مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم الخط الساخن، وأرحب أيضا بمشارك آخر. ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أختي، من معي؟ السلام عليكم. ممكن بس صوت التلفزيون لو سمحتي؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك يا أستاذة، لو سمحتي أختي ممكن صوت التلفزيون تنسليه؟ أوكي، خفضي أو قلبي. خفضنا. طيب، من معي أختي؟ سحر العريقي. سحر العريقي، من أي محافظة؟ من صنعاء. من صنعاء، تفضل أختي. تفضل يا أستاذة سحر. مشكلتي في المياه، قد لنا شهر وشوية الماء مش جاي عندنا بالخالص بالحارة. أي حارة؟ في أي منطقة؟ في حارة المجد في الصافية. المجد في الصافية؟ أيه. أي مكان في الصافية؟ الصافية طويلة يعني، في أي مكان بالضبط؟ المنطقة اللي ماشي فيها ماء، المديرية، أي منطقة؟ في شارع خولان جنب جسر العمري. أيوة، جنب جسر العمري. طيب، إيش المشكلة في أختي؟ المشكلة إن إحنا قد لنا شهر شوية فيش ماء، وبنستخدم وايتات، صاحب البومبة ما يرضى يفتح لنا مشروع بالخالص. 20 يوم بدون ماء. ألو، 20 يوم ولا شهر أختي؟ شهر ونص. شهر ونص بدون ماء. طيب، تواصلتوا أيه. تواصلتوا مع المديرية، تواصلتوا مع مؤسسة المياه؟ تواصلنا. صاحب الماء اللي مسؤول على الحارة ما يرضى يفتح لنا الماء. كيف ما يفتحش الماء؟ يقول ما في ديزل، ما في كهرباء، وإذا فتحها يخلي يوم ولا يوم نص بالأقل، أقل حاجة. أنتم مرتبطين مع المؤسسة ولا مرتبطين مع بومبات ماء ولا إيش ارتباط؟ صاحب المشروع حكومية، تابعين للمؤسسة؟ أنتم تابعين للمؤسسة؟ أيوه. المحطة تبع الحكومة ولا قطاع خاص؟ أيوه، مؤسسة حكومية. طيب، رحتوا عند مدير المؤسسة ولا شيء؟ رحنا قدمنا شكوى بس ما عملوا لنا أي حاجة. طيب، المديرية، مديرة الصافية؟ سويناها ولا سووا لنا أي حاجة، الحارة كامل مقطوعة قد لها شهر ونص ما فيش ماء. طيب، حصولكم على الماء من وين وبكم؟ بناخذ وايتات، الواحد الوايت الصغير ب3500 والكبير ب9000. والكبير ب9000. كم عدد حوالي اختي تعداد السكان في المنطقة هذه؟ حوالي، والله ما ادريش، الحارة خيرات مكتظة كبيرة. ايوه، كبيرة الحارة. حارة كبيرة. طيب، هل ايش معنا اختي في الخط؟ احنا نشوف الجهة المسؤولة الان. أستاذ سلطان موجود معنا؟ أرحب بالأستاذ سلطان النابهي، مدير منطقة الصافية. سلام الله عليك أستاذ سلطان. وعليك السلام ورحمة الله. مؤسسة المياه، كيف حالك يا أستاذ سلطان؟ حياك الله. سلطان النبهاني يا أخي. أهلا وسهلا بالأستاذ سلطان النبهاني. حياك الله. حياك الله، كيف صحتك؟ أهلا وسهلا بك. ما أدري يا أستاذ، بيقول لك في منطقة جوار جولة العمري حارة المجد انقطاع الماء لها شهر ونصف إلى هذه اللحظة. طيب أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو حالة المجد عندنا في أظن المنطقة الجغرافية للمنطقة الثانية، هي طبعا مجموعة من الأحياء تبدأ من حارة السلالم تقريبا في الجهة الشمالية وامتد جنوبا في محاذاة معسكر الحفا وحتى مقابل بريد الجوازات. عدد المشتركين عندنا في حي المجد أو حارة المجد حوالي 871 مشترك. مصدر التغذية للبئرين، عندنا بئرين موجودات في إطار المنطقة نفسها، في إطار حي المجد نفسه، اللي هي بئر M9 فوق مستشفى الزبيدي، وجزء من المواطنين يتغذون من بئر M3 في معسكر الحضاء. في البئرين واقعين في معسكر الحضاء. الصوت، لحظة يا سيدي، لحظة يا سلطان، الصوت مش سامع يا جماعة. ألو، تفضل أخي. ألو، ايوه تفضل يا استاذ، الان واضح، تفضل معك يا استاذ. ايوه الان تفضل. ما ادري شو وصلك، وصل الايضاح الاخير او لا. الان واضح. لانه مصدر التغذيه للحي اللي هي حاره المجد، ايوه، من بئرين رئيسيين هما M9 وM3. M9 واقعين في معسكر الحضا. نعم. عدد المشتركين في المنطقه. طيب، ايش المشكله الان؟ المشكله بتقول انه بيغلقوا، انه ما بيش ماء. اذا كان معهم عينين الان. لا، هو عموما انه القول بانه
آخر مرة هنا بدأنا كنا بتشغيل المياه، بتشغيل المياه في شهر 5 وتحديدا في يوم 9/5/2014. لهم شهر ونص يا أستاذ. طيب اسمعني يا أستاذ. أي بس الأستاذ سحر. 8/5 ويوم 9/5 ويوم 11/5 لم يكتمل برنامج التوزيع في الحي بسبب الكهرباء، بسبب انقطاعات الكهرباء وضعف التيار الكهربائي. أها. نعم. طيب. يعني المرة الأخيرة اللي تم توزيع برنامج المياه لهم والفترة طبعا كان في شهر 4 في يوم 13/4/2014. واليوم احنا كم احنا؟ ابتداء من يوم 13/4/2014 تم تغذية الحي بالمياه. احنا الآن في تاريخ 13/5 يعني نعم. شهر كامل نعم ما بيجي عندهم ما. نعم يا أخي. طيب. أنا أطرح لك التاريخ والفارق سيعرف يعني. يوم 13/14 ويوم 16/17 من شهر 4 تم تغذية حي أو حارة المجد بالمياه. كنا بدأنا في يوم 9/8 و9/10 وانتهينا المياه. بعض الأهالي وصلهم المياه والبعض الآخر لم يصلهم بسبب انقطاعات الكهرباء. طيب وباقي الحارة عدم توفر مادة التهيئة. الآن الكهرباء صالحة يا أستاذ يعني كيف؟ نعم. طيب في مشكلة في الكهرباء عندنا مشكلتين يا أستاذ. الآن صالحة فرضا يعني. طيب اسمعني يا أخي العزيز. تفضل. في شيء يتعلق في مسألة انقطاعات الكهرباء المتكررة، يعني مثلا على مدى 24 ساعة الماضية الكهرباء أو المضخة اشتغلت لمدة معدل 6 ساعات فقط بس بسبب الانقطاعات وبسبب ضعف الجهد الكهربائي. أيوه. الناس الآن لا يعرفوا معنى الجهد الكهربائي. عندنا ضعف الجهد الكهربائي قد تكون المنازل منورة يعني الكهرباء شغالة لكن المضخات لا تشتغل بسبب ضعف الجهد الكهربائي الوارد لجهد الكهرباء. طيب في نعم. نظرك يا أستاذ سلطان ما هو الحل؟ الحل يتمثل في استقرار التيار الكهربائي. هذا الموضوع على وزارة الكهرباء. نعم على وزارة الكهرباء. بس المواطن بالنسبة أنا أتكلم الحل نعم بالنسبة للمواطنين. كيف يجد المواطنين؟ يا أخي العزيز أنا عندي الآبار وضعها طبعا ما في لا يوجد فيها أي مشكلة من حيث وجود كمية المياه، من حيث وجود المولدات الكهربائية، من حيث وجود المحولات الكهربائية. طيب ما دام الكهرباء الآن موجودة ما رقم شغلهم. طيب أستاذ أحمد محمد عندي تتمثل في أمرين. تفضل. إما أن التيار الكهربائي يستقر ويصل بالجهد المطلوب بحيث أنه تشتغل مضخات ولمدة 24 ساعة في اليوم، أو تتوفر مادة الديزل بحيث شركة النفط توفر مادة الديزل الكمية الكافية للمؤسسة ولجميع مناطق المؤسسة بما فيها الإدارة العامة وتحل المشكلة هنا. طيب تقول في خلال كم يا أستاذي؟ في خلال كم يجد الموضوع هذا حله؟ كيف يا أخي العزيز؟ في خلال كم يجد المواطنون الماء؟ على كل حال عموما كان البرنامج عندنا لا يزيد على 14 يوم. أيوة. قبل وجود الأزمة الكهرباء وانعدام مادة الديزل كان من 12 إلى 14 إلى 15 يوم كانت المياه تصلهم بكمية كافية. يعني يزيد الآن يزيد المواطن يتحمل يا أخي يتحمل يا أستاذ الآن والكل عباء يعني يشتروا وايتات ولا بالعكس. يسددوا الفواتير إنه حق الماء بدون ماء ولا يسددوا فواتير الكهرباء وما بش كهرباء كم الأعباء يا أستاذ والله كم جهد المواطن على كل حال يا أخي العزيز نحن هذا شيء يؤلمنا بالعكس يعني هو شيء مؤلم للجميع إنه المؤسسة خدماتها تقل أو تضع خدمات المؤسسة أو لا تستطيع أنها تقدم الخدمة على أكمل وجه للمواطنين. أه. لكن ما هو حاصل خارج إرادة المؤسسة. أنا معك بس المواطن لا يعرف إلا أن الدولة توفر له حقوقه. نعم. المواطن لا يعرف إلا أن الخدمات توصل له. هذه نعم. أضعف حقوق للمواطن نعم. الماء موجود والكهرباء موجود. هذا أضعف الحقوق وإحنا داخل عاصمة. يعني مين روح يبيزم من يحمله يعني مش يعني قد سوء أنا التعبير حقيقة يعني. احنا في عاصمه أضيف. والناس شهر ونص بدون ماء تفضل يا استاذ المواطن يستطيع تحمل عدم وجود الكهرباء يستطيع تحمل عدم وجود ماده البترول عدم توفر ماده الديزل لكن الماء هذا لا يستطيع تحمله هو هذا هو وانا اقول كذلك بانه اتمنى خلال الايام القادمه انه التيار الكهربائي يستقر او يكون موجود على الوجه المطلوب وكذلك توفر مادة ديزل ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله نعم يا استاذ احنا نقول ان شاء الله يا استاذ سلطان لابد احنا نجد حل لهذا المشكل واتمنى يا استاذ سلطان ان تجد حل سريع يعني شهر ونص بدون ماء وايتات ان شاء الله يعني هناك الله. اطفال والمنطقه هذه فيها بعض المستشفيات وفيها دور ايواء وفيها وفيها وفيها, وفيها, وفيها. نعم.
نعم. اشياء كثيره انت عارف يعني في اشياء كثيره. طيب الناس في امس عندك دار راح تنفرض فرضا بدون ماء، يعني هذا في ذمه من وهو دار ايواء. هذا الامر لا يتعلق بالمنطقه الثانيه فقط، ولكن كل المناطق في امانه العاصمه عددها 6 مناطق كلها تعاني. يا استاذ سلطان نعم، انا الان اتكلم فرضا كمثال ايضا من جوار جوار حاره المجد، يعني دار الاحداث. نعم. الان دار الاحداث دار ايواء ما بش ماء، يشتروا وايتات واصل وهو دار اطفال. نعم. يعني اقل اضعف الايمان في ايضا اماكن يجب ان الدوله تهتم بهم، لكن اتمنى يا استاذ سلطان ان يجد لهؤلاء الناس حل باذن الله، وبهمتك ونشاطك ان شاء الله انا متاكد ستجد لهم حل. شكرا لك يا استاذ سلطان ومدير منطقه الصافيه، وشكرا للاستاذ سحر، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين الكرام. فعلا نحن في امس الحاجه للخدمات البسيطه الهامه ان يجدها المواطن، لكن ان شاء الله نعيش بالأمل في الألم لعل وعسى إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، التقي بكم بعد الفاصل.